صباح الخير على حضراتكم، فقرة جديدة من فقراتنا في هذا الصباح. الحقيقة كلنا شايفين مدى معدلات التغيرات المناخية اللي ظاهرة وجالية في هذه الأيام، ارتفاع درجات الحرارة بأرقام قياسية لم نعهدها من قبل، ويمكن برضه شفنا الشتاء أمطار غزيرة وفيضانات ومشكلات في كل مكان. ده بيؤكد أن الحقيقة أصبحت مشكلة التغير المناخي مش رفاهية إطلاقا، لا هي مشكلة حقيقية ولازم تكاتف واضح من كل الدول عشان نقدر نجابه الحقيقة مشاكل التغير المناخي بشكل واضح. خلينا نتكلم بقى بشيء من التفصيل عن التغيرات المناخية اللي احنا بنمر بيها دلوقتي من ارتفاع درجات الحرارة وأثرها الواضح جدا على المحاصيل، وبالطبع أكيد هناك مشكلات حقيقية هتحصل للمحاصيل الزراعية، وممكن يبقى في ندرة لبعض المواد أو بعض المواد الغذائية الناتجة من المحاصيل، وهنشوف كمان المشكلات اللي ممكن تحصل نتيجة التصحر، نتيجة ندرة المياه، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. الحقيقة شايفين مشكلات حقيقية ظاهرة بسبب التغيرات المناخية وانعكاساتها على البيئة بشكل عام، وطبعا من أهم الانعكاسات هي على الإنسان وانعكاساته كمان على النبات، وده أكيد اللي احنا هنلاحظه خلال الفترة القادمة من مشاكل حقيقية على أرض الواقع. برحب بضيفتي الكريمة مشرفانا النهاردة، وأكيد هنعرف منها إيه المشكلات اللي ممكن نلحظها بعد ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام بالنسبة للمحاصيل الزراعية. مشرفانا الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ التغذية مركز البحوث الزراعية، عضو مبادرة مليون شاب متطور للتكيف المناخي، والمستشار العلمي لمبادرة الحياد الكربوني. مشرفانا دكتورة، أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أهلا بحضرتك. أهلاً. دكتورة بشكل عام كده خلينا نتكلم على فكرة التغيرات المناخية يعني الآثار الحادة جدا اللي احنا شايفينها دلوقتي للتغيرات المناخية، ارتفاع طبعا كبير في درجات الحرارة، انخفاضات في الشتاء برضو بأرقام كبيرة، أمطار وفيضانات، الحقيقة يعني كل التجليات الخاصة بالتغيرات المناخية واضحة جدا في هذه الأيام يعني. صحيح. أهلا بحضرتك مرة تانية. طبعا التغيرات المناخية في البداية نبقى عارفين أن أنا يعني لازم أفهم يعني إيه تغيرات مناخية. طبعا تعريف التغيرات المناخية تبع لاتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية أن هي عبارة عن تغير مباشر أو غير مباشر بسبب الأنشطة البشرية بصفة عامة، بيؤدي إلى تغير في تركيب الهواء بصورة عالمية أو الغلاف الجوي بصفة عامة يعني، وبالتالي ده بيبقى ليه تأثير فيما بعد على يعني كل يعني الحياة بصفة عامة، سواء الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو طبعا في البداية الأمن الغذائي لأي مجتمع. طبعا التغيرات المناخية ما بتبقاش محددة في بلد محدد، هي عالميا احنا أعتقد احنا لمسينها في الوقت الحالي، ارتفاعات الغير مسبوقة في درجات الحرارة أثر طبعا على المحاصيل الزراعية طبعا في أوروبا وأمريكا والدول يعني الأخرى الأوروبية. طبعا في حرائق هناك كتيرة جدا موجودة في الوقت الحالي طبعا نتيجة للتغيرات المناخية. طبعا احنا استضافة مصر للكوب 27 العام الماضي كان بداية تعريف المجتمع المصري بالتغيرات المناخية وتأثيرها على الحياة بصفة عامة، فأعتقد أن هي كانت بداية موفقة يعني لمصر، وإحنا أعتقد أن كان في السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان في خطوات استباقية في أن إحنا بدأنا أن إحنا يعني نحول الاقتصاد بتاعنا إلى الاقتصاد الأخضر أو خضرانة الاقتصاد المصري، يعني هو بنحاول الحكومة بتحاول أن إحنا نوصل ل 2030 أن إحنا نبقى 100% اقتصاد أخضر، وده بحيث ان هي بتدخل كل يعني بتربط البعد البيئي بكل الأنشطة والمجتمعية سواء انتاج او اي أنشطة بشرية، بحيث ان احنا نوصل لما يعرف به الحياد الكربوني فيما بعد. طيب حلو جدا دكتورة، نقف عند مصطلحين مهمين برضو نفسرهم للسادة المشاهدين، فكرة الاقتصاد الأخضر وفكرة الحياد الكربوني. الحياة مصطلحين
بنسمعهم كتير جدا، لكن الناس برضه لازم تبقى ملمه بتفاصيل صحيح. الخاصه بيهم. طبعا ثقافه التغيرات المناخيه وما يتعلق ببعض يعني التعبيرات الخاصه بيها، اعتقد ان احنا بدانا ان احنا نسمعها بصوره كبيره. طبعا ما يعرف بالحياد الكربوني، ان انا بوصل طبعا البصمه الكربونيه في البدايه قبل ما اعرف يعني اعرف الحياد الكربوني، البصمه الكربونيه هي عباره عن كميه الانبعاثات لكل شخص او مؤسسه من مكافئ ثاني اكسيد الكربون نتيجه الانشطه الخاصه بهذه المؤسسه او الفرد في انبعاثه في الغلاف الجوي. وبالتالي انا ما باجي ابقى عايزه اعمل حياد كربوني، بمعنى ان انا الانشطه بتاعتي وما ابثه في الجو من غاز ثاني او مكافئ ثاني اكسيد الكربون يعادل الكميات اللي انا بقدر اسحبها في وخزنها، سواء بقى في بطرق مختلفه اللي هو الاقتصاد الاخضر، خاص مثلا بان انا بستخدم بتغير من الوقود الاحفوري الى وقود يعني متجدد زي الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح. وطبعا مصر ليها يعني باع كبير جدا، وبدات بخطى كبيره جدا ان هي بطاقه الرياح في البحر الاحمر والطاقه الشمسيه بصوره كبيره جدا، فدي كلها تحول اخضر. وطبعا الزراعات واستصلاح الاراضي بصوره كبيره جدا، دي كلها ان انا بتنقل حتى في على المستوى يعني بتشجع الدوله دلوقتي الانتقال وتحويل البترول او البنزين للغاز الطبيعي، ودلوقتي من الغاز الطبيعي للكهرباء السيارات، بحيث ان احنا نقلل من الانبعاثات الخاصه بثاني اكسيد الكربون في الدوله. فدي كلها انشطه الدوله بتحاول ان احنا نوصل ل يعني اقل قدر من كل مؤسسه انها تعمل لي انبعاث لثاني اكسيد الكربون او مكافئ ثاني اكسيد الكربون في الجو بصفه عامه، لان وجود يعني الانخفاض في الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون في طبعا هيجي بعد يعني فتره قريبه هتبقى في سندات اسواق الكربون، وشهادات الكربون دي هتبقى شهادات ماليه بتتم تداولها، كل مصنع او كل مؤسسه بتخفض هيبقى ليها مكافئ او تقدر تبيع هذا التخفيض في السوق، وبالتالي هو يعني هيبقى بيدر عبء يعني ناحيه ماديه جيده للمؤسسه اللي هتبقى بتوصل لل يعني خضرانه الاقتصاد بتاعها. هو موضوع كبير على طبعاً. هو موضوع كبير قوي، بس هو مجبر مصر ان هي تدخل فيه والعالم كله اجمع، لان احنا يعني اعتقد في الفتره دي جميع يعني افراد المجتمع في مصر وفي كل الدول العالم لمسه ان في تغيرات مناخيه حاده كمان. وطبعا احنا كل الدول بتحاول ان هي تحافظ على الدرجه ونص، ان احنا يعني ما نزيدهاش خلال ال 50 سنه او ال 100 سنه القادمه، لان المفروض ان يعني لو احنا استمرينا على هذا الوضع من انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون ممكن نوصل لثلاث درجات ونص او اربع درجات بنهايه القرن، وفي الحاله دي هيحصل تدهور غير عادي في المحاصيل، في يعني اختفاء بعض المدن او السواحل بصوره كبيره يعني. طيب عايزين نتكلم دكتوره دلوقتي على اللي حاصل فعليا نتيجه ارتفاع درجات الحراره، ايه التاثيرات المباشره والغير مباشره على السلاسل بقى الغذاء بشكل عام يعني والزراعات اللي موجوده دلوقتي؟ طبعا التغيرات المناخيه بتاثر على المجتمع بصفه عامه، على الحاله النفسيه حتى للبشر في اي مكان. العبء الحراري ده بيؤدي الى وفاه ناس يعني اعداد كبيره على مستوى العالم. طبعا ده بالنسبه للناحيه يعني النفسيه. في الناحيه الاجتماعيه كمان طبعا التغيرات المناخيه بتؤدي الى هجرة من أماكن لأماكن أخرى نتيجة للتغير المناخ في هذه الأماكن، ندرة المياه أو فيضانات، سواء ده أو ده بتؤدي إلى هجرة الناس من المكان. طبعا بما يخص التغيرات المناخية تحديدا في الزراعة، طبعا وجود الزراعة هو معناه أن أنا بتكلم عن الأمن الغذائي لأي دولة. فأعتقد كل الدول دلوقتي اصبح من الصعوبه ان هي عمليه التصدير للمواد الغذائيه الاساسيه او السلع الاستراتيجيه بقى فيها صعوبه جدا، لان كل دوله بتبقى محتاجه ان هي تحافظ على يعني مخزون كافي من السلع الاستراتيجيه للشعب بتاعها لعدد شهور معين. طبعا بالنسبه لتاثير التغيرات المناخيه على الزراعه بصفه عامه،
طبعا الزراعة من الأشياء اللي هي بتؤثر وتتأثر بالتغيرات المناخية. أولا هي بتؤثر لأن هي فيها بعض مصادر الانبعاثات زي الميثان من الإنتاج الحيواني بصفة عامة. طبعا الأسمدة اللي أنا بستخدمها في عملية التسميد دي برضو تعتبر من المصادر اللي هي غازات الاحتباس الحراري، سواء هي الميثان أو أكسيد النيتروز أو ثاني أكسيد الكربون. وفي نفس الوقت هي مصة برضو لهذه الغازات لو أنا قدرت أن أنا استخدمها بصورة جيدة، ان انا استخدم بعض الاشجار زي اشجار المانجروف او الاعشاب البحرية بحيث ان هي تمتص لي ثاني اكسيد الكربون الكبير. طبعا احنا شايفين في الفترة اللي فاتت كان في نقص حاد مثلا في محصول زي المانجا، نقص تقريبا العام اللي فات حوالي 25% من الكمية بتاعته فقدت نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. في عندنا كمان بالنسبة للزيتون، السنة العام الماضي يعني مصر فقدت تقريبا 75% من انتاجها من الزيتون. طبعا كل الكميات دي هي بتأثر على الاقتصاد الدولة بصورة كبيرة جدا. طبعا المفروض ان احنا يبقى في اتجاه ان انا يبقى عندي وعي من المزارعين. طيب برحب بحضراتكم من جديد وبجد ترحيبي مرة أخرى بضيفتنا الكريمة دكتورة هانم الشيخ أستاذة التغذية مركز البحوث الزراعية، عضو مبادرة مليون شاب متطور للتكيف المناخي والمستشار العلمي لمبادرة الحياد الكربوني. دكتورة هانم، كنا بنتكلم برضو على فكرة تأثر المحاصيل بقى، يعني في محاصيل صيفية ممكن بلا ما اهم ما تبقاش موجودة خالص، محاصيل شتوية ما تبقاش موجودة خالص نتيجة طبعا التغيرات المناخية بشكل واضح. يعني طبعا لك لحضرتك ان تتخيل ان الانتاج الزراعي بصفة عامة كان بيساهم تقريبا في سنة 60 بحوالي 29% من الانتاج الدخل يعني القومي للدولة، دلوقتي بيساهم بحوالي 12% فقط. فبالتالي ده يعني هو يعتبر ان في برضو مشكلة في الانتاج، يعني درجات الحرارة بتأثر على الانتاج بصورة كبيرة. كان حوالي 55% من السكان بيشتغلوا في الانتاج الزراعي، دلوقتي 25% فقط اللي هم بيشتغلوا في الانتاج الزراعي. في نفس الوقت احنا طبعا حفاظنا، احنا بنحافظ على الدرجة ونص في درجات الحرارة. لو وصلت درجة الحرارة ارتفعت لحوالي 2 درجة مئوية، ده هيؤدي الى التأثير على محاصيل كتيرة جدا، خصوصا محاصيل الاستراتيجية. طبعا عندي المحصول القمح ده محصول استراتيجي مهم، ممكن ينقص لو درجة الحرارة وصلت 2 درجة مئوية زيادة، هيوصل نقص فيه حوالي 9%. ولو وصلنا درجة الحرارة وصلت مثلا 3.5 هتلاقيه نزل محصول القمح من كل فدان حوالي 18% من الانتاج هينخفض. كمان بالاضافة يعني طبعا والشعير نفس الشيء، في محاصيل الزيتية زي فول الصويا وعباد الشمس ممكن الانخفاض بتاعها يوصل لحوالي 25-30% انخفاض في المحصول نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فوق 2 درجة مئوية. وده طبعا هيأثر طبعا على يعني دي هيبقى اكساب للحيوانات، هترتفع اسعار اللحوم بصفة عامة. في نفس الوقت هتبدأ الزيت هيبقى اقل، فبالتالي هيبقى طبعا المعروض اقل، وبالتالي الاسعار هتبقى مرتفعة بصورة كبيرة. طبعا ده المشكلة ان احنا هيبقى في يعني نقص في اغلب المحاصيل الاستراتيجية بصورة كبيرة نتيجة التغيرات المناخية. طبعا التغيرات المناخية بتأثر على المحاصيل لأن مع ارتفاع درجة الحرارة حتى القيمة الغذائية للمحاصيل دي بتقل، لأن في علاقة عكسية ما بين نسبة النيتروجين اللي هو البروتين وارتفاع درجة الحرارة. النبات ما بيقدرش يخزن النيتروجين الكافي اللي هو البروتين، وبالتالي القيمة الغذائية للمحاصيل نفسها مع ارتفاع درجة الحرارة هتقل، وبالتالي ده هيبقى عندي برضو مشكلة في سوء التغذية،
لانه لو انا حتى هو متوفر هيبقى قيمته الغذائيه اقل من اللي المفروض يكون عليه. طبعا درجه الحراره والتغيرات المناخيه بتاثر على التربه بصوره كبيره، بترفع درجه حراره التربه، وبالتالي انا لما باجي ازرع الحبوب دي بصفه عامه اي نوع من انواع بيبقى سرعه الانبات بتاعتها بيبقى اسرع. ده حاجه المفروض ان هي بديهي هتبقى كويسه، لكن هي المشكله ان مع ارتفاع درجه الحراره بيزداد البخر اللي موجود في المنطقه من سطح التربه ومن النبات نفسه، وبالتالي بحتاج كميات يعني ايه مضاعفه من الميه. وبالتالي المشكله زي ما حضرتك شايف دلوقتي في الحراره العاليه نتيجه ما يعرف بالسحب الركاميه، دي نتيجه لارتفاع نسبه ارتفاع الحراره بصوره كبيره مع ارتفاع البخر، وبالتالي بتكون سحب يعني بتبقى رقيقه شويه، وبالتالي دي ممكن بسبب رياح، ممكن سبب يعني برق جوه السحب نفسها، وبتبقى عامله برضو زي الخيمه انها حبسه درجات الحراره بصوره كبيره، ممكن تؤدي الى بعض الاعاصير يعني الامطار او يعني هذا الجو الغير مستقر او الغير معتاد في مصر بصفه عامه. طب هل برضه دكتوره مع زياده درجات الحراره برضه ممكن الافات تبقى اكتر؟ يعني طبيعي احنا في الحاله دي مع ارتفاع درجات الحراره انا ببقى في دي طبقا بيبقى وسط مناسب جدا للافات جميعها، البكتيريا الفيروسات اللي هي مسببة للأمراض زي صدأ القمح وغيره، في عندي كمان الحشائش نفسها هتبقى أكتر في المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، كل دي هتؤدي إلى أن أنا يعني كفاءة استخدام المبيدات اللي أنا بستخدمها أنا هضطر أن أنا هستخدمها بكميات أعلى، وبالتالي ده بيأثر سلبا برضو على البيئة لأن أنا هضطر أن أنا استخدم كميات أكبر من يعني المبيدات الحشرية عشان أقاوم كل الافات الحشريه او البكتيريا او الفيروس اللي ممكن تصيب النبات، وبالتالي ده بيبقى ليه مردود سلبي برضو على البيئه، فبالتالي لابد ان احنا يعني نقلل من استهلاكنا او البصمه الكربونيه لكل دوله بصفه عامه، تقلل استهلاكنا للوقود الاحفوري لان هو المسبب الاول في التغيرات المناخيه. طبعا البصمه الكربونيه دي بتزيد بزياده الرفاهيه للشعب يعني لانه بيستخدم كميات اكبر من الوقود البترول والغاز والكلام ده كله، فبالتالي بيبقى البصمه الكربونيه المجتمعات المتحضره اكتر من المجتمعات الناميه اللي شكلنا، يعني احنا نسبه يعني مساهمتنا بصمه كربونيه في العالم كله 1% او اقل كمان. طيب قبل ما نختم بقى دكتورة يعني سؤالنا الأخير بقى ايه نقطة التفاؤل بقى في الموضوع ده كله عشان احنا يعني كده التفاؤل ان احنا لازم الدولة هي بتعمل خطى واضحة جدا ان احنا بتحول المواصلات ل يعني وسائل تكون صديقة للبيئة، بتلزم المصانع بالالتزام ببعض الشروط البيئية يعني بتبقى مجبرة ان هي تلتزم بيها. طبعا احنا كلنا امل ان الوعي للافراد المجتمع في مصر وفي العالم كله يعني يلمس هذه المشكله وبالتالي يحسن التعامل معاها، ان احنا نقلل استهلاكنا للغاز للكهرباء، ان احنا في عربياتنا بدل ما يكون اكتر من سياره في المنزل نستخدم الوسائل يعني يبقى سياره واحده، نستخدم الوسائل العامه اكتر شويه. يعني أنا أعتقد أن هيبقى العالم كله مجبر ومصر داخل هذا السياق يعني من البداية أن هي هتبقى ملتزمة أن احنا نحافظ على الدرجة ونص من التغيرات ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الجاية، لأن كل العالم هيتأثر بصورة كبيرة، فأنا أعتقد أن هو ده هيبقى اتجاه عالمي يعني لا محالة يعني. والله يا دكتوره نتمنى بصراحه ان يعني الله. الفتره اللي جايه تبقى افضل ان شاء الله. طبعا احنا يعني مراكز البحوث بتاعتنا بتحاول ان هي تستنبط، مركز البحوث الزراعيه بيستنبط انواع بتكون لها القدره على مقاومه الحراره ومقاومه يعني الملوحه، وبالتالي كمان بيبقى عايزين محاصيل بيحاولوا ان احنا يبقى المحاصيل عمرها اقل على اساس ان هي تنمو اسرع وتستهلك كميات اقل من المياه، وبالتالي نوفر الامن الغذائي
الداخلي المجتمع. يعني اعتقد يعني الدوله على المستويين والوعي والمؤسسات المجتمع المدني كمان بتشتغل بحيث ان هي تعمل وعي للمجتمع ان احنا نقلل البصمه الكربونيه واستهلاكنا للطاقه بصفه عامه. يعني نتمنى ان شاء الله دكتوره شاء الله. وشكرا لوجود حضرتك معانا النهارده، وطبعا كم المعلومات كان كبير، ونتمنى ان شاء الله نستفيد منها بشكل واضح جدا. شكرا جزيلا لحضرتك، شرفتينا دكتوره هانم الشيخ، استاذه التغذيه مركز البحوث الزراعيه، عضو مبادره مليون شاب متطوع للتكيف المناخي، والمستشار العلمي لمبادره الحياد الكربوني. شرفتينا اليوم وسعيد ان شاء الله دكتوره. شكرا جزيلا ليك. فقرتنا في هذا الصباح مستمره مع حضراتكم، وبعد الفاصل فقره جديده من فقرتنا في هذا الصباح، ابقوا معنا.